السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من منشط. النهاردة 83 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإحنا عودنا حضراتكم كده وتعودنا مع حضراتكم أنه نتناول هذا الموضوع بكل تداعياته. وأنا شايف الحقيقة أنه من الحاجات اللي تحسب للإعلام المصري في 2023 أنه هذا الأمر هو قيد الاهتمام وقيد التقدير، والحقيقة لا تألو القيادة السياسية جهدا في أنه تولي هذا الملف العناية الكاملة وتولي هذه القضية العناية الكاملة. فهذه الأيام كمان أيام يعني أيام لطيفة يعني في المعتاد أنه نهاية عام وبداية عام، فالناس بيبقى عندها أمل في أنه المشاكل بتاعت العام المنقضي إن شاء الله تتحل في العام القادم، والعام القادم يكون أكثر سرورا وأكثر بهاء وأكثر يعني سعادة. لكن الحقيقة البدايات لهذا العام بتقول إنه الدنيا هتبقى يعني شوية في الملف الفلسطيني يعني هتبقى صعبة شوية، وصحفتنا بكرة بتشير إلى هذا الأمر زي ما قلت حضرتكم كده 83 يوم من العدوان. والحقيقة يعني خلينا نقول يعني هنا اليوم السابع تفضح دولة نبش القبور ونهش الأبدان. يعني لو احنا خدنا العنوان بتاع اليوم السابع وحطناه يعني على المحك كده هنلاقي انه، واولا الصوره وطبعا حضراتكم شفتوا ده فيديوهات قبل كده وشفتوا ده صوره قبل كده، شفتوا قد ايه هذا الجبروت وهذا التعنت وهذه اللا انسانيه، شفتوا قد ايه هذا الصلف هذا الغرور. يعني الحقيقه لا نافع معهم حقوق انسان ولا نافع معهم حقوق حيوان ولا نافع معهم حقوق اي حاجه. الحقيقه امبارح كانوا على احد الجدران في احد المخيمات الحقيقه جايبين راس حمار وحطينها على يعني بعد ما قذف الحمار بالنار قطعوا الراس وحطوها على احد الترابزين يعني ترابزين بتاع المكان اللي هم فيه او عمود كده راحوا حاطين فيه. يعني معناها ان الناس دي الحقيقه فاقت كل الحدود. يعني اما النهارده تقول دوله نبش القبور مهما تقول من الحقيقه من تعبير قاسي وتعبير بعيد عن الاذان وبعيد عن الاذن، اعتقد ان هو يليق بهذه الدوله، يليق بهذا الجيش المرتزق، هذا الجيش البعيد خالص زي ما قلت حضرتكم عن الانسانيه، بعيد خالص عن اي شيء ممكن توصفه به. هذا الجيش لا ينبغي ان يطلق عليه جيش، يعني كلمه جيش خارج سياق الجيش الاسرائيلي. هذا ليس جيشا على الإطلاق، دول شوية مرتزقة شوية ناس بعيد خالص عن قيم. ما هو الجيش ليه قيم على فكرة، الجيش ليه قيم. وما تيجي ترجع لميثاق الأمم المتحدة تلاقي في الحروب في مواد خاصة بالأمم المتحدة، في توعية خاصة بالحاجة لما تؤثر لما يكون عندك أسير، لما كيف تعامل الأسرى، كيف تعامل في حاجات. انت الحروب دي عامله زي فريقين، صراع بين فريقين داخل ماتش كره قدم مثلا، او داخل اتنين في مصارعه، وده بالظبط كده. بس ده على الجبهه وفي ضرب نار وفي موت وفي وده في النهايه انتصار وده في النهايه انتصار، ده في النهايه في طرف فائز طرف خاسر، ونفس النظام برضو هنا. لكن هنا الامور حتى في 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 في, في الحروب القديمه شفنا الكلام ده قبل كده. يعني هيئه الاستعلامات الحقيقه الأستاذ ضياء رشوان، والحقيقة يعني موضوع مقترح المصري لإنهاء هذه الأزمة ولا أزمة غزة، الحقيقة يعني مش عايزين نقول إنه هو من النهاردة، احنا عايزين نقول من 48 لحد النهاردة وهو شغال بنفس المستوى وبنفس النهج وبنفس الاهتمام وبنفس المحبة وبنفس الإنسانية لإنهاء هذا الملف تماما. وإنه الأمور في الأول والآخر
محتاجة تروي، ومحتاجة في نفس الوقت عندما ينقل الرأي المصري في هذا الإطار، لا ينقل بكل احترام وتقدير، لأن الرأي المصري لا يحتمل مزايدة ولا يحتاج إلى مزايدة. النهاردة وضحت آية الاستعلامات، والأستاذ زيار أشوان قال إن ما تم تداوله خلال الأيام السابقة حول الجهود المصرية لحل الصراع الدائر حاليا في غزة وإيقاف العدوان الإسرائيلي عليها تتلخص على النحو التالي: إن مصر طرحت بالفعل مقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية. مصر عايزة توقف حقن الدماء، أو يعني يبقى الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده خلاص عايزين نغيره بقى، عايزين نخش في مرحلة سلام، ولو سلام مؤقت يقودنا إلى سلام نهائي. عندنا ثلاث مراحل متتالية كلها مرتبطة ببعضها كده، بتنتهي في النهاية لوقف إطلاق النار. طب الموضوع ايه؟ الموضوع انه بي 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 بتتاخد هذه الرؤية وهذا المقترح بيتاخد من إطاره الطبيعي إلى مقترح غير طبيعي. رئيس هيئة الاستعلامات الحقيقة كان موفق جدا لما دعا كل وسائل الإعلام التوخي الحذر والدقة في تناول كل ما يخص هذا المقترح والعودة للمصادر المصرية الرسمية للاستيضاح بكل ما هو جديد. خلينا نروح بهذا الأمر إلى زميلنا العزيز الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، ربما عنده تكون الرؤية أوضح شوية. برحب بيك يا دكتور باز، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك يا صديقي العزيز أستاذ جابر، أهلا بيك. أنت شايف هذا الأمر إزاي؟ وأنت من الناس الحقيقة اللي ليك باع طويل جدا في هذا الملف وهذه القضية، وتناولته بكل توضيح وبكل تقدير للموقف المصري. رأيك إيه بقى فيما يصار دلوقتي؟ يعني عايز أقول لحضرتك إن مناقشة الموضوع ده تحديدا عندك هي مناقشة مناسبة جدا، لأن إحنا بنتكلم عن أداء منصات إعلامية دولية. خرجت التصريحات النهاردة من رئيس الهيئة العامة للإستعلامات الأستاذ زيار أشوان بتشتبك مع هذه التقارير، لأنه اللي حصل إيه يا فندم؟ هذه التقارير خلال الأيام اللي فاتت كانت بتتداول معلومات عن جهد مصري آني فيما يتعلق بحل الأزمة والصراع اللي حاصل على أرض فلسطين. تمام. ولوحظ انه التقارير اللي منشوره دي مش بتفتقر بس الى الدقه، ولكن تفتقد ايضا الى المنطق، لانه احيانا انت بتنشر معلومات ممكن تكون معلومات ناقصه، لكن الاخطر انها بتبقى معلومات غير منطقيه وغير مستنده على رؤيه واقعيه. طيب مصر هنا لا يستطيع احد ان يزايد الى انه انت عندك جهد مستمر ومستدام من لحظة انفجار الأزمة حتى الآن عشان الحل والوصول إلى النقطة الأساسية وهي وقف إطلاق النار، لأنه هو ده الهدف الأساسي. طيب لما النهاردة جت مصر توضح بشكل أساسي هي مصر بتعمل إيه في اللحظة الراهنة، لأنه خلي بال حضرتك إنه كل الصراع ده من 7 أكتوبر مر بمراحل سريعة جدا، يعني رغم ان احنا بنتكلم في 3 شهور بس في اكثر من مرحلة. ما يمكن ان يقال في بداية الازمة من الصعب ان يقال في لحظتها الانية، ولذلك الحل المصري كان يستند الى يعني الواقع والصورة اللي موجودة. ايه اللي عملته مصر على عكس ما قالت هذه التقارير الدولية؟ مصر عملت ما يمكن ان نسميه اتفاق اطاري، يعني وضعت اطار للاتفاق. استندت في وضع هذا الاتفاق الإطاري لما سمعته من الأطراف، يعني هنا في استطلاع من مصر، الناس اللي شغالين في هذا الملف سمعوا من الأطراف المتنازعة إلى رؤاهم. اتحط بناء على هذه الرؤى اتفاق إطاري. طيب الاتفاق الإطاري ليس كافيا بنفسه أنه ينفذ على الأرض، محتاج مراحل تانية. إيه المراحل التانية؟ أن عرض هذا الاتفاق الإطاري على الأطراف المتنازعة، اللي هم الأطراف المتنازعة زي ما حضرتك عارف كل طرف عنده رؤية لحل الصراع، عنده متطلبات، عنده اللي يقدر يعمله واللي ما يقدرش يعمله أيضا. لما بتعرض مصر هذا الاتفاق الإطاري بهدف أنه كل طرف من الأطراف المتنازعة يحط أولويات، يحط أنه هقدر أعمل إيه، أو أنا هوافق على إيه، أو أرفض إيه. مصر الآن في هذه اللحظة طبقا لهذه التصريحات
منتظرة لردود الأفعال من الأطراف المتهمة. دي مهمة قوي يا دكتور. لما بتيجي هنا ردود الأفعال دي، بنخرج من الاتفاق الإطاري ده اللي احنا حاطينه إلى بلورة بقى ما يشبه المبادرة القابلة للتطبيق على الأرض. يعني أنا هاخد آرائهم، ردود أفعالهم، احتياجاتهم، هم شايفين إيه، وتتحول أو يتحول هذا الاتفاق الإطاري إلى مبادرة. لما هنا بقى، ودي النقطة الأساسية، لما يبقى عندك المبادرة الكاملة اللي هي الإشارة إنه أنت عندك مراحل أو ثلاث مراحل متتابعة ومتتالية تنتهي بالهدف الأساسي اللي كله بيسعى ليه، وهو وقف إطلاق النار. تمام. لما هذه الرؤية تبقى، هذه المبادرة تبقى مكتملة، بتقوم مصر بإعلانها للرأي العام المصري والعربي والعالمي. من باب إيه؟ من باب إن أنت انتهكت السياسة من اللحظة الأولى في هذا الصراع تحديدا، ان كله بيزاع على الهواء مباشره. يعني انت ليس لديك شيء لا تخفيه ولا تؤجل الاعلان عنه كمان. يعني مش يعني في قضايا كثيره جدا بيبقى في حاجات بتحصل بيبقى مؤجل الاعلان عن تفاصيلها، لكن لانه الصراع المره دي عالي جدا يا استاذ جابر، صحيح، يعني في فجاجه في الاداء الاسرائيلي، فانت ادائك الدبلوماسي المصري اداء اللي هو معلن واضح، اللي هو انا ما عنديش حاجه لا اخفيها ولا اجلها. فده الموقف الان، ان انت منتظر ردود الفعل، تتبلور المبادره بتاعتك وتعلنها بشكل واضح جدا، لانه هيبقى هنا الاطراف المتنازعه اتفقت عليها وبقى لديها الاستعداد لتنفيذها او لتطبيقها على الارض. ده الجزء الاولاني. الجزء الاولاني المهم كمان اللي مصر حبت تنبه فيه، واعتقد انه ده كان تنبيه يحمل تحذير، بمعنى ايه؟ الكلام على الحكومة الفلسطينية. تمام. مصر طول الوقت بتدفع انه ما يحدث في فلسطين هو شأن فلسطيني مجرد، صحيح، او ما يتعلق بفلسطين هو قرار فلسطيني. انا ممكن تبقى دوري انه انا بقدم المشورة، بقدم الدعم، بقدم المساندة، بأبدي انه انا موجود طول الوقت، بقرب وجهات نظر، لكن لما تاخد قرار كفلسطين فانت القرار هنا، صحيح، فلسطين، صحيح. يمكن دي اشاره، او مصر بتقول يا جماعه سيبوا الفلسطينيين هم يتفقوا، سيبوا الفلسطينيين يتوافقوا، سيبوا الفلسطينيين يوصلوا الى كلمه واحده، يعني صحيح، على كلمه سواء، لانه التدخلات الحقيقه من اطراف كثيره اقليميه ودوليه يمكن بتفسد المشهد. قد يكون لدي تقدير مثلا انه الفلسطينيين في هذه اللحظه محتاجين شخصيه يتم الالتفات حولها، صح، ولما نيجي ندرس المشهد كده قربا وبعدا هتلاقي الان الرئيس الفلسطيني ابو مازن يمكن الاقرب الى ان يكون هذه الشخصيه يمكن بسبب موقفه في هذه الازمه تحديدا، لانه انت قدام رجل لديه رؤيه واضحه، الصراع شكله رايح فين، هو فلسطين عايزه ايه، العالم المفروض يقوم بايه، هو رجل لم يتراجع، ولاءاته واضحه جدا طول الوقت. لكن هذا راي شخصي يعني، لكن لانه الكلمه زي ما بقول لحضرتك في النهايه هي الكلمه الفلسطينيه، ومصر بتدعم ده طول الوقت. ده مهم. بشكرك يا دكتور محمد، شكر جزيل. زميلنا العزيز الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس اداره وتحرير صحيفه الدستور، معلقا على ما يخص الموقف المصري بشان قضيه غزه. والحقيقة يعني نقطتين اللي اتكلم فيهم الدكتور الباز أنا هأكد برضو عليهم، الأول والآخر، مصر عملت مقترح، ما زال مصر منتظرة بلورة المقترح بصورة مفصلة، وهيتم الإعلان على هذا المقترح على الرأي العام المصري والعربي والعالمي. ما قيل بقى إنه في طرف رافض وطرف مؤيد وطرف قال لا وطرف مش عارف اشتبك هنا وطرف، هذا كلام محض افتراء في الوقت الحالي. الدولة المصرية اقترحت، تقدمت بمقترح، وده عادة الدولة المصرية وعادة مصر في مثل هذه الاشتباكات في الرأي ومثل هذه الأمور اللي بتحصل في الأراضي الفلسطينية. من زي ما اقول لحضراتكم تاني، مصر مش محتاجه مزايده، والله ما محتاجه مزايده في هذا الملف، واي مزايده في هذا الملف في الحقيقه بتقود في النهايه الى صواب الدور المصري. في ناس ماسكه هذا الملف في الدوله المصريه ما بتنامش، في ناس بتعمل
او بتصل الليل بالنهار في هذا الملف، وبتسافر وبتروح وبتيجي وبتقرب وجهات نظر، وبتشوف الراي ده بيعمل ايه، وبتشوف الفصيل ده يعمل ايه، وبتشوف الدنيا رايحه فين هنا وجايه منين. هذا الامر مش لازم يعلن الراي العام، لانه هذا المسؤول الذي لا ينام، هذا المسؤول مش عايز يزايد على القضيه، واحنا دي طبعنا، احنا مش عايزين نزايد على القضيه، احنا مش بنسحب البساط من تحت حد، لانه اوريدي البساط موجود. يعني انا لما اجي اسحب البساط كده اقول انا بسحب البساط من تحت الدوله المصريه في قضيه فلسطين، البساط مش هيتسحب، لان البساط اساسا هنا، ده مغروز هنا، ده لازق هنا، مستقره هنا، امانه هنا، وسطيته هنا، قراره هنا، امنه هنا، تاريخه هنا، ده القرار الخاص بفلسطين. فانا مش بسحب مش مستني حد يسحب من الدوله المصريه البساط، ولا مستني حد يسحب من الدور من المصري او من مصر الدور بتاعها، لان الدور بتاعها اوريدي موجود. مفيش مانع ان تخش دول وتساعد، مفيش مانع، لكن سحب الدور ومش سحب، وناس تخش تقول لك الدور المصري، لا، احنا اساسا لا ينبغي ان نلتفت لمثل هذا الكلام، ولا مثل هذا الـ يعني الفتي زي ما بنقول، ولا مثل هذا الهبد زي ما بنقول على السوشيال ميديا، احنا مش محتاجين هذا الامر. واحد كتب مقال، واحد علق، واحد قال لك مش عارف الدور المصري ايه، واحد قال لك مصر هتعمل ايه، احنا مش محتاجين ده، لانك انت بالظبط كده زي رب العائله، هتفضل تقول رب العائله، هو في النهايه رب العائله، انت في هذا الملف انت المهندس بتاع الملف، الدنيا هاديه جدا انت المهندس بتاعه، الدنيا متوتره جدا برضو انت المهندس بتاعه، انت المستقر بتاعه، انت الموطن بتاعه بتاع الحل القضيه. مش بتكلم على ان انت الموطن بتاع الناس تيجي لا، انت حل القضيه عندك، او بمعنى اصح بتقرب وجهات النظر ما بين الفصائل الفلسطينيه، الحكومه الفلسطينيه، وكان السيد عباس ابو مازن رئيس اداره فلسطين كان في حوار مع زميلتنا العزيزه لميس الحديدي اول امبارح على قناه، وانه كان بيتكلم كلام الحقيقه في منتهى الاحترام عن الدور المصري في هذا الاطار. احنا مش محتاجين ان احنا نحط نفسنا في موقف انه فلان هيخطف مننا الدور، لا، الدور بتاع اساسا موجود، فلا داعي للمزايده في حته الدور المصري، لانه مصر شايله القضيه على اكتافها من 48 لحد النهارده، يعني بقالنا أكتر من 75 سنة والقضية على كتفنا، وستظل القضية على كتفنا، لأنه ده دورنا الطبيعي جدا 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 جدا. هخرج من الإطار السياسي إلى إطار الأمن الصحي. متحور كورونا الجديد، أو ما يسميه البعض أنه ده متحور جديد، والحقيقة احنا كنا اتكلمنا في الأسبوع اللي فات، وكنا حقيقة يعني سلطنا الضوء على ده، وكان معنا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، وقال لحد اللحظة دي وقتها ما كنا بنتكلم ما فيش وجود لهذا المتحور الجديد. النهاردة وزارة الصحة أعلنت في بيان رسمي إصابة 2 من المواطنين بالمتحور اللي هو GNI من خلال التحاليل المعملية، والحالة الصحية بتاعتهم مستقرة ولا توجد حاجة طبية لدخولها من المستشفى، حيث أن أعراضهم المرضية خفيفة وإصابة الجهاز التنفسي العلوي بسيطة. الحقيقة حضرتك هتقول لي طب ما هو ده، لا، ما هو هنا الشفافية بقى في الأمر. طالما الحالة خفيفة كانت ممكن وزارة الصحة تطنش، ممكن وزارة الصحة تقول لك ما احنا مش عايزين نعمل بلبلة، بس الحقيقة التجربة المحترمة للدولة المصرية في موضوع كورونا وما قبل كورونا، واللجنة العلمية اللي كانت موجودة وفيها قامات علمية كبيرة جدا جدا، تعاملت يعني بحرص شديد جدا، وتعاملت باحترام شديد جدا، وتعاملت بوعي مهم، وده على فكرة فكرة الوعي والمسؤولية ده مهمين جدا، انك تتعامل مع مثل هذه الملفات. مش عايزين حد يشطح بخياله اول ما يسمع عندنا 2 من المواطنين 2، لا، برضه هنروح بهذا الملف لواحدة من القامات العلمية المحترمة، يعني ايده بقى في الموضوع برضه، وهو مطلع بشكل كافي جدا على هذا الملف، الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني
ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا. برحب بيك يا دكتور حسام واهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ جابر واهلا بيك كل مرة. معلش دايما بنزعجك معانا. معلش انت تؤمر في اي وقت. ربنا يخليك يا فندم. الوقت ده مهم جدا. يعني نطمن بس من حضرتك الدنيا رايحة فين في هذا الملف؟ خلينا نقول دايما ان احنا كان في شفافية واضحة ان احنا قلنا اذا ظهر الفيروس هيبقى باقي كويس، وتاني هو في حرب معانا واحنا في حرب معاه كويس، هو بيحاول بيحاربنا بان هو يتحور واحنا بنحاربه ان احنا بناخد الاجراءات الاحترازيه وبناخد كل الخطوط الدفاعيه الطيبه بالنسبة. تمام. لكن احنا دايما بنقول ان تحورات الفيروسات في مجال الكورونا الحمد لله كويس. احنا دايما بنقول التحور يهمنا في ايه؟ احنا دايما لما بيحصل اي متحور بنسال نفسنا 5 اسئله اساسيه. تمام. هل حصل تغير في شده الاعراض؟ هل حصل تغير في سرعه الانتشار؟ هل قدر ان هو يهرب من مناعتنا اللي احنا اكتسبناها سواء كانت مناعه سلبيه باصابتنا بالمرض او مناعه ايجابيه من ناحيه تلقي اللقاحات؟ هل الكواشف اللي موجوده عندنا تقدر تكشفه ولا لا؟ وكويس الادويه اللي موجوده داخل بروتوكولاتنا تغطي المرض ده وتبقى اذا اصبت واحتجت للدواء هي تشفيني ولا لا؟ المتحول الجديد اللي جي ان 1 اللي موجود دلوقتي واللي ظهر في العالم كويس، واحنا زي ما حضرتك قلت احنا كان في شفافيه جدا ان احنا قلنا ما فيش وقت ما كان فيه لا فيه. كويس الحمد لله شده الاعراض لا يوجد شده عرض، وهنا شده الاعراض خلينا نفسرها بان احنا بنتكلم عليها على المستوى الطبي ان ما فيش اصابه في الجهاز التنفسي السفلي، ما فيش التهابات رئويه، ما فيش نقص اكسجين، ما فيش احتياج لدخول المستشفيات. ده مش احنا بنتكلم على مستوى العالم، احنا لسه كشفنا حالتين والحالتين كانوا مسجد اللي كان على مستوى العالم. لا يوجد التهابات رئويه كويس، لا يوجد نقص اكسجين، لا يوجد احتياج لدخول معايير مركزه او رعايه. لكن كان ما يميزه ان هو كان في سرعه انتشار وان ممكن يصيب المطعمين سابقين او اللي اصيبوا سابقا كويس، لكن كان برضه لازم ناكد على نقطه ان يعني انا دكتور لو خدت اللقاح معرض ان انا اصيب بالمتحور الجديد. لكن خلينا نقول برضه ان في نقطه مهمه ان هو اذا اصيب المتلقي للقاح شده اصابته بتبقى اقل حده من اللي هو ما تلقاش اللقاح. يعني اللقاح يعني معلش بس احط النقطه دي او اقف عند النقطه، يعني اللقاح ما زال فعالا اللي احنا خدناه الكورونا ما زال فعالا في علاج المتحور الجديد طبعا، لكن هو لا يحمي لكن يقلل شده العرض. تمام تمام تمام، ودي ميزه برضو من العلاج. لكن خلينا برضو نتكلم ان في فرق بين الشده الطبيه من وجهه النظر الطبيه ان احنا نقول للعيان مش معنى ان احنا قلنا ان في شده طبيه ان الاعراض مش تبقى سهله عليك. لا، في حراره لمده 48 ساعه، في تكسير في الجسم، في احتقان في الحلق، في صداع كويس، في بعض الناس بيجي لهم اعراض جهاز هضمي، في الام مبرحه في الجسم. فالوقايه هنا خير من العلاج، مش معنى اقول انها بسيطه ما دكتور سؤال بسيطه، لا هي بسيطه ان انت مش تخش مستشفى، بسيطه ان انت مش تخش عيادة مركزه، لكن اعراضها تبقى في حراره مستمره لمده 48 ساعه، في الام في الحلقه، يبقى هنا الحذر والحذر والحذر وعدم وجود ايه يعني العامل ان يكون في حراره في الجسم وفي الحراره مرتفعه مثلا في الجسم ده يبقى عرض على الطبيب. تمام رسمي اذا استمرت الحراره لمده اكثر من 24 ساعه الادويه التقليديه ايوه سمح اي حد يروح يلجا للرعايه الطبيه. ممتاز. لكن قبل ما يلجا للرعايه الطبيه ياخد باله ان هو دلوقتي ممكن يبقى معدي، فلازم ياخد حذره ويلبس الماسك بتاعه، او يبقى لو ما قدرش يبعد عن الناس ياخد الماسك عشان يحمي مجتمعه ويحمي اهله ويحمي بلده من انتشار هذا المرض. يعني ده في ناس دلوقتي، واكيد حضرتك برضو يعني استاذنا في الحته دي، دور البرد المنتشر بصوره كبيره جدا، وفي دور برد متعب متعب بجد، يعني ممكن ما بيكونش فيه درجه حراره مرتفعه بس متعب ومجهد والجسم يبقى فعلا متكسر. يعني ال- 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 الوقت ده هو يروح لدكتور برضو ولا ياخد الدواء العادي ويشوف الدنيا ماشيه ازاي؟ اولا الدواء العادي دي لا تشمل مضادات حيويه. يبقى اول نصيحه ان هو لا تشمل مضادات حيويه. سوء استخدام مضادات حيويه هيؤدي الى ظهور نوع من البكتيريا مقاومه للعلاج، هتدخلنا في مشاكل لا حصر لها بعد كده، واحنا بدانا نشوف دلوقتي حالات التهابات رئويه كثيره في هذه الفتره كويس نتيجه سوء استخدام مضادات حيويه. مش في مصر بس، انا بتكلم ان ده كمان مشاهد على مستوى العالم كله. ودي نصيحه. يعني انا عندي دور برد لكن ما عنديش ارتفاع في الحراره فما اخدش مضاد حيوي. بالظبط كده، الا بتاعت اشراف طبي. بتاعت اشراف طبي، تمام.
تمام. كويس، لكن خلينا نقول ان اذا في المجموعات العاديه الناس اللي مناعتها كويسه ما عندهاش اي امراض مزمنه، كويس، حصلت حراره لا اعراض، ياخد العلاج التقليدي لمده 24 ساعه من انخفاضات حراره ومضادات احتقان، كويس، سواء كانت موضوعيه عن طريق الانف او عن طريق الفم، لو ما استمرش. لكن لو انا من كبار السن فوق 65 سنه او اصحاب امراض الصدر او اصحاب امراض القلب، كويس، او اللي عنده مرض سكر او عنده امراض مناعيه تحتاج يستخدموا ادويه مناعيه، او اهلنا من مرضى السرطان، والمجموعه المهمه جدا لازم ناخد بالنا منها الحوامل، اذا ظهرت اعراض لو سمحت الجا للرعايه الطبيه فورا عند مستشفيات وزاره الصحه، كويس، تمام، بتوفر كافه الامكانيات، تمام، كويس كويس، والرعايه الطبيه اللازمه هتتقدم ليه وهياخد احسن رعايه ممكن. طيب سؤال اخير يا دكتور، هل انتوا يعني متخصصين هل متوقعين انتشار هذا المتحور الجديد بصوره ما خلال الايام الجايه؟ خلينا نقول ان احنا دايما في الفتره دي بيبقى عندنا توجس ان كل الالتهابات الفيروسيه للجهاز التنفسي كورونا او انفلونزا او اثبات السيشر فيروس هي دي الفتره بتاعت النشاط بتاعتهم. جايز اوروبا شهدوا الزياده دي قبلنا لان تغير الجو كان عندهم سبق، ودايما احنا الجو عندنا من لطف ربنا بينا بيتاخر شويه في البرد وتغير الجو الحاجه، عشان كده بننصح اهلنا ان احنا ناخد بالنا الفتره الجايه الوقايه والحذر هو اللي هيمنع هذا الانتشار. تمام. طب الاجراءات الاحترازيه المتوقعه، يعني هناخد نفس الاجراءات اللي كانت ايام كورونا ده المتوقع، يعني ده اللي انا بصحتك فيه، تتوقع ده ولا هتبقى اقل؟ اقول انا ما بحبش كلمه اجراءات احترازيه، بقول اجراءات وقائيه. يعني احنا الوقايه ان انا احمي نفسي بان انا البس الماسك، ان انا فتره تبعد نصفه متر، تمام، غسيل اليدين، تمام، التهويه السليمه، كل دي اجراءات بتقيني وبتقي مجتمعيها وليست اجراءات احترازيه. تمام. المانع ان انا اخدها في اماكن مزدحمه ما فيهاش تهويه سليمه، تمام، ان انا البس الماسك، دخلت مصعد ومفيش تهويه، تمام، البس الماسك بتاعي، تمام، تمام، اماكن فيها تدخين اللي هو غير محبب وغير مرغوب، لكن لو حصلت فيها البس الماسك بتاعي، تمام، غير كده هعيش حياتي عاديه وطب ما انا فاكر التهويه عاديه مش البس الماسك، عندي اعراض ومشتبه عندي اعراض واضطريت انزل البس الماسك عشان احمي نفسي. صحيح صحيح. أنا بشكر حضرتك دكتور حسام حسني، بشكر حضرتك شكر جزيل، أستاذ الأمراض الصدرية بالقصر العيني ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأحد القامات الطبية المحترمة في مصر والعالم، بشكرك يا فندم شكر جزيل. خلينا هاخد الكلام اللي قاله الدكتور حسام، وإحنا فترة أعياد ممتدة، يعني فترة أعياد داخلين بقى، إحنا دلوقتي من يومين كنا بنحتفل بأحد الأعياد، عندنا في عيد الميلاد أو رأس السنة، وبعدين عيد الميلاد إن شاء الله يوم 7، هتلاقوا طبعا وده بالنسبة للشريحة الأكبر من حبايبنا المسيحيين بيحتفلوا يوم 7 يناير في العيد، فعايز بس نقلل شوية من الأحضان، ده مش هزار، نقلل شويه من انه ازيك وروح واخدك وبالحض وتقعدوا تبوسوا ببعض بقى وبتاع وكده، لا بلاش ده خالص، بلاش ده تماما، بلاش ده ارجوكم. والزحام كمان اللي يعني ارجو لما الكنيسه توجه دعوه نقلل الزحام شويه. احنا مثلا الكنيسه كانت بتوجه دعوه مثلا ل10، دلوقتي توجه دعوه ل5، بلاش ال10 المره دي. احنا الوقايه اللي هم كبار السن اللي على راسنا من فوق بلاش يروحوا اماكن مزدحمه، خليكم حافظوا على نفسكم بس، احنا مش اكتر من كده. بقول طالما السنه اللي فاتت ما حدش كان بيقول حاجه، السنه اللي قبليها برضو حدش كان بيقول حاجه، اللي قبليها لا كنا بنقول، كنا بنحذر كدوله يعني، السنه المره دي بنقول شويه نخفف وشوية السلوك بتاعنا المعتاد اللي هو بالأحضان، لا بلاش أحضان، بلاش. عايز تسلم عادي يسلم بالعين يا سيدي، أهلا والله، العين بيبان قد إيه الشخص اللي قدامك أنت مرحب بيه بعينك، بص بالعين بقى، أهلا وسهلا يا فندم، إزي حضرتك، هو هيضحك وحضرتك هتضحك، هي هتضحك وحضرتك هتضحك، وهكذا. إنما فكرة إنه نخش بقى على بعض والمصاب يعدي اللي مش مصاب
والدنيا تبقى واحد يعطس بقى بس المجموعه اللي معاه ارتبكت. انا معلش انا بكلمكم بالكلام يعني اللي هو يعني ود كده، بس ده اللي المفروض يتعمل. رجاء منع الاحضان الايام الجايه، وبلاش نبوس بعض. انا بتكلم على الـ على الـ على التجمعات، بلاش يعني سلم من بعيد، عايز تسلم بايدك وهكذا. انما فكره التقارب اللي قوي ده هيأذينا، والناس في ناس عندها حساسيه مفرطه، فبلاش برضو الحاجات اللي زي دي يعني نتعامل معاها بالسلب. لا، خلينا نتعامل بالايجاب، وربنا يعدي الايام كلها على خير. احنا لا عايزين حد يتصاب، ولا عايزين حد يبقى مصاب، ولا عايزين حد يتعب، ولا عايزين حد يروح مستشفى، والله ولا عايزين اي مشاكل لاي شخص. يعني انا بقولها بمنتهى الحب، يعني الواحد بيحاول بقدر الامكان انه يعني يتلمس الخير لكل الناس بدون مزايده. يعني رحنا للاقباط الكاثوليك، كانوا بيحتفلوا بالعيد بتاعهم الحقيقه، وتزامنا طبعا مع العدوان في غزه. الحقيقه كانت الكنائس المصريه والكنائس العربيه كان بيخيم عليها الحزن جدا يعني، فكانت هنا اجراس الكنيسه الكاثوليكيه دقت اجراسها احتفالا بعيد الميلاد المجيد. زميلتنا مارينا امير الحقيقه راحت احد الكنائس، والحقيقه طلعت بتقرير مهم جدا، ونقلت لحضراتكم صلوات حبايبنا الكاثوليك من هذا المكان. نشوفه ونطلع فاصل ونرجع لحضراتكم. دقت أجراس كاتدرائية القديس أنطونيوس للأقباط الكاثوليك استقبالاً لميلاد المسيح حسب التقويم الغربي، الذي كان ميلاده ورسالته دعوة للسلام. ميلاد المسيح هو كان جاء عشان سلام العالم كله، وأكتر رسالة هي الحب والفرح والسلام. فإحنا نطلب دايماً أنه السلام يعم في الكنيسة كلها وفي العالم كله، وإخواتنا الفلسطينيين وربنا يكون معاهم ويسندهم ويسند العالم كله. نصلي ان كل البلاد فعلا يعم فيها السلام، خاصة نصلي انه يكون سلام الميلاد اللي هو السلام السماوي يملأ ارضنا، وانه السلام السماوي يدعم كل جهود السلام اللي بتتم على الارض من الرؤساء والدول ومن كل انسان هو بيسعى الى السلام. واحنا كلنا متضامنين مع المتألمين، واحنا مش هنكون معيدين من غير ما نحس بسلام اخواتنا. مش احنا اللي في سلام، طالما هم في حرب احنا كمان في حرب، لما يكونوا هم في سلام احنا نكون في سلام. وعشان كده سلامهم في قلبنا وحياتهم بين صلواتنا وبين قلبنا، وكل سنه وهم بخير دايما. صلينا من اجل سلام في العالم وفي غزه وفي فلسطين ارض المسيح، بيت لحم اللي اتولد فيها، ان كل الناس دي مش معيدين النهارده عشان في حروب ونزاعات. نحمد ربنا عشان مصر فيها سلام، فيها استقرار، فيها رخاء، فيها محبة، فيها مودة، فيها ترابط. ده بفضل الرئيس بتاعنا اللي بيبذل كل مجهود، جيش والشرطة، حقيقي حاجات جميلة جدا. نجم أشرق في طبعا المسيح هو رئيس السلام وملك السلام. بنحتفل عشان نصلي، مش عشان نحتفل، بنحتفل عشان نصلي للمسيح ان هو يعم السلام على ارض العالم كله. ميلاد المسيح يحمل الفرح والسلام والطمأنينة، لكن على المستوى تاني في الاراضي المقدسة حيث ميلاد السيد المسيح الازمات متكررة والحروب مستمرة، و والناس فعلا بتسقط بتموت وفي مآس يعني. ففعلا احنا في تناقض ما بين ميلاد السيد المسيح الذي يحمل الفرح والسلام، وبين الواقع على ارض فلسطين اللي فعلا ارض السلام، انه السلام غائب، السلام ضائع. احنا النهارده في كنيستنا الكاثوليكيه بنحتفل بميلاد يسوع، والحقيقه من كل قلوبنا احنا متضامنين مع اخواتنا في فلسطين. يسوع كان كل قلبه رحمه وحياته كلها رحمه، واحنا كمان قلوبنا معاهم يعني بكامل قوانا يعني. رب المجد
مبارك شعبي مصر، على هذه الأرض جاء المسيح بعد ميلاده المجيد هاربا من ظلمهم، واليوم أطفال فلسطين يشربون من ذات الكأس الذين لم يسلموا من قنابلهم وصواريخهم وسالت دماؤهم الطاهرة دون أي ذنب. احتفالات هذا العام ممزوجة بالألم، قلوبنا لا تملك سوى الدعاء لهم لأن المجد لله في الأعالي، ونرجو أن يعم السلام وبالناس المسرة. مارينا أمير، منشط.